مرحبا بكم يا أساطير في فيديو جديد على القناة. حسناً، لقد قام دافوك بنشر 3 تسريبات جديدة على حسابه بالإنستغرام، لذا في هذا الفيديو سوف أقوم بتحليلها ونكتشف الأسرار التي تخفيها، وأيضاً في نهاية الفيديو سوف أخبركم بموعد إصدار الحلقة 77، لذا تأكد من مشاهدة الفيديو حتى النهاية. وأيضاً لقد قمت بتحليل التسريبات السابقة، لذا أردت مشاهدة الفيديو تركت لك الرابط بالوصف أو بالتعليقات. وقبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل الجديد، وهيا بنا. حسناً، سوف أقوم بتوضيح التسريبات كالعادة لتمكن من الرؤية بشكل واضح. حسناً، في التسريب الأول نرى رجل الكاميرا العالم وهو يركب الكاميرا العنكبوت، وهو نفسه الذي كان في الحلقة السابقة، ويبدو أنه سوف يكون متواجداً هنا، وسوف يقوم بمساعدة العملاء على مواجهة الأسترو، حيث نرى أنه متواجد في بيئة صحراوية، وهو نفس المكان الذي كان في التسريبات السابقة. وأيضاً نرى في الخلف أدوات أو شيئاً من هذا القبيل، أو ربما أنها جثث أسترو قد تم القضاء عليها من طرف الكاميرا العنكبوت، حيث أخبرتكم في الفيديو السابق أن هذا المكان سوف يكون أشبه بساحة قتال، وسوف تأتي مجموعة من الأسترو إلى هذا المكان، وسوف تحدث مواجهة كبيرة بين العملاء والأسترو. ولذا رجل الكاميرا العالم مع الكاميرا العنكبوت هنا ليقوموا بالتصدي للأسترو. حسناً، لننتقل إلى التسريب الثاني. في التسريب الثاني نرى أحد المراحيض المتحولة، ونرى أنه يمتلك 4 مدافع صواريخ، وهو مدرع، ويبدو أنه جاهز للمعركة، ويمكننا أيضاً رؤية المرحاض المتحول ذو العضلات بجانبه، ومن طريقة وقفتهم أظن أنهم يتخاطبون مع شخص ما، وعلى الأغلب أنهم يتخاطبون مع جيمان، ويبدو أن جيمان يقوم بإخبارهم بالخطة ويخبرهم إلى أين يتوجهون. وكما تعلمون فإن جيمان يريد كسب ثقة العملاء، ولهذا السبب سوف يقوم بإرسال بعض أتباعه، وسوف يرسل بعض المراحيض التي سوف تخبر العملاء بخطة التحالف، وأيضاً سوف تقاتل بجانب العملاء، وهذا كي يتمكن جيمان من كسب الوقت الكافي لكي يتمكن من التطور والتحول إلى عملاق في أسرع وقت ممكن. وأيضاً حتى أؤكد لكم أنهم يتخاطبون مع جيمان، يمكننا رؤية شجرة في الخلف، حيث كما نعلم أن الشجرة لا يتواجد في الصحراء، ولهذا السبب هم ليسوا في الصحراء، إنما هم في مكان آخر يديرون خطة مع جيمان. وأيضاً إذا لم تنتبهوا فإن المرحاض المتحول يبدو أنه من دون عيون، وهذا غريب بعض الشيء، حيث هذه أول مرة نرى أحد المراحيض بدون عيون، ولكن هناك احتمالان، والاحتمال الأول هو أن هذا المرحاض لا يمتلك عيون بالفعل، وهو يعتمد على حاسة السمع أو شيء آخر، وهو نوع جديد من المراحيض، ولكن لا أظن أن هذا الاحتمال صحيح، إنما الاحتمال الثاني أعتقد أنه مجرد خطأ بسيط في التصميم، وهو من المفترض أن يكون لديه عيون، ولكن ربما دافوك لم ينتهي من هذه التفاصيل بعد، لهذا السبب لا نرى له عيون. حسناً، الآن دعونا ننتقل إلى التسريب الثالث، والذي نرى فيه أحد مراحيض الأسترو الجديدة، ونرى أنه مدرع بالكامل ولديه أسلحة كثيرة، ويبدو عليه أنه قوي، ولكن هل تظنون أن هذا الأسترو رأيناه من قبل أو يبدو مألوفاً بالنسبة لكم؟ حسناً، هذا الأسترو هو من نفس فصيلة الأسترو الجليتش الذي كان في الحلقة 76، ولكن هذا الأسترو أكبر ويبدو عليه أنه أقوى بكثير. وأيضاً رأينا كيف كانت سرعة المرحاض الأسترو الصغير، حيث كانت سرعته فائقة بشكل كبير، فما بالكم بهذا الأسترو حيث سوف تكون سرعته كبيرة جداً، وأيضاً يمكننا رؤية بعض الأشجار خلفه، لذا هناك احتمال أن هذا الأسترو سوف يكون متواجد في نفس المكان الذي تتواجد به المراحيض المتحولة، وربما أن هذا الأسترو يقوم بملاحقة الجيمان، ولكن على الأغلب أنه سوف يحدث قتال بين هذا الأسترو والمراحيض المتحولة. حسناً، أخبروني بنظرياتكم بالتعليقات، لنتحدث الآن عن موعد إصدار الحلقة. فكما نعلم دائماً، عندما ينتهي دافوك من نشر التسريبات يكون قد انتهى بشكل كبير من إعداد الحلقة، وعلى حسب توقعاتي الشخصية سوف تنزل الحلقة اليوم أو غداً بالكثير، أي في تاريخ 4 أو 5، وسوف تكون حلقة مشتعلة وأسطورية، وأنا متحمس لها بشكل كبير. وحسناً، هنا ينتهي الفيديو، وقبل أن تخرج لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر اللايك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وإلى اللقاء.